كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. تصدقون أن بعضنا اليوم ما قالها ويقول أشعر بضيق الصدر. لماذا ما عذت بربي؟ لماذا لم تعذ بالعظيم جل وعلا أن يزيح عن قلبك الغم وأن يرحم ضعفك؟ لأن الهموم إذا تزاحمت في القلب لربما أوقفت الإنسان عن العمل، أوصله الشيطان إلى اليأس، واليأس طريق إلى الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك يا عبد الله استعذ بالله، لذ، عذ، التجئ، انكسر، ابك بين يدي الله، أعذني من الهم والحزن. لأن الحياة إذا تجمعت الأحزان فيها صارت سجن. البعض يأتيه الشيطان بمقترح يقول: اضع لحياتك حدا. أهل الاكتئاب، يقول أطباء النفس أن مرضى الاكتئاب أكثر من 80% منهم فكروا في الخلوص من الحياة، ظنا منهم أن الموت راحة. والموت من قال للمريض أنه راحة؟ الراحة يوم أن تحتسب الآلام فتقول: يا ربي عسى أن يكون البلاء، لأن منزلتي عندك لن أصلها بعملي ولكن بالصبر على الهم والغم الذي سكن قلبي. استعذ بالله واجعلها في وردك، اجعل هذا في وردك: أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وعاف مبتلانا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا، واختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.